بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الجزء ده او التوبيك ده هنعتبر جزء مهم جدا، هو انتر اكتف سيشن. هنتكلم فيه عن الهاب والفاب ابديت، وانا بسعد بوجود ماي اكسبيرت بانلست بروفيسور ألفت الشناوي، بروفيسور مها غانم، اند بروفيسور سحر فافعت. وهنقول ان الريسبيراتوري انفكشن هو الموست بريفالنت نوزوكوميال انفكشن في الاي سي يو. دي اكتر حاجه او اكتر مشكله بتواجه النايب لما الحكيمه اللي معايا تتصل بيه او تكلمه في الاوضه، الحراره النهارده 38، بيروح بقى يقلب في العيان في اي حته يدور على سورس تاني اوف انفكشن عشان ما يتخيلش ان دي نوزوكوميال نيمونيا. يعني دي اوحش واصعب حاجه ممكن نقابلها واحنا بنشتغل في الاي سي يو، ولان هي بتمثل حوالي 22% من كل الهوسبيتال اكوايرد انفكشن. يعني ممكن في اليورينري تراكت انفكشن، البيت سورس، الكانيولات، الانفكشن على الكانيولا او على الليم، كل ده ينفع الا النوزوكوميال انفكشن. هي طبعا اصعب واحده، بتمثل مشكله كبيره جدا عندنا. الهاب والفاب هما important cause of morbidity and mortality despite the improved antimicrobial therapy والsupportive care والprevention. ما زلنا طبعا لما بندخل في حالة هاب أو فاب بنتوقع العيان ده ممكن يضاي مننا في النبطشية في فترة العناية بتاعته. الديفينيشن بتاعهم ما تغيرش عن 2005، هي الايدزا جايد لاين في 2016 هي نفس الديفينيشن. والهوسبيتال اكوار نيمونيا او نوزوكوميال نيمونيا هي برضه النيمونيا اللي بتظهر بعد 48 ساعة او اكتر بعد الادميشن، and that not appear at the time of the admission. دي مهمة جدا، العيان ده ما عندوش نيمونيا في الوقت اللي انا دخلت فيه المستشفى، بعد 48 ساعة بدأ يظهر عندي اعراض النيمونيا. الفاب هي نوع من انواع الهاب بس بتبقى ديفلوبد في العيان اللي بتركب الانبوبه. يعني انا لازم افصل النقطتين دول، مش معنى فاب ان العيان على الفنتليتور. مجرد ما ركبت اندوتراكيال تيوب، حتى لو انا في الامرجنسي تحت ما ركبتش العيان على فنتليتور وديفلوبد نيمونيا بعد 48 ساعه، اتز ا فاب. فلازم نبقى عارفين الديفينيشن ده. طب نشوف بقى الدياجرام ده، مهم جدا. ده الدياجرام الجديد او التقسيمه الجديده اللي احنا بنتعامل بيها، ان انا عندي في الورد هاب اللي انا قلتها اللي هو هوسبيتال اكوير نيمونيا، وبعدين في واحده تاني جديده جدا استحدثت عندنا اسمها تريتمنت فيلير هاب. مين ده بقى؟ دي الهاب اللي احنا في النبطشيه بنمر عليه، شخصناه، بدانا علاج، بعد يوم او اتنين العيان ده تعب جدا مني، اضطريت اكلم زميلي في الاي سي يو جهز لي مكان في الاي سي يو للعيان ده. ده اسمه تريتمنت فيلير هاب، يعني ده فشل مني في العلاج في الورد وهضطر ادخله على الاي سي يو. تعالوا نبصوا عليه في الترتيب كده، 1 2 هشرح الاولانيه، 2 3 اتحول الى رقم 3 اللي هو الريد زون اللي هو اسوأ واحد فيهم، اللي هو فنتليتد هاب. يعني العيان اللي كان هاب ودخلته اي سي يو وحطيته على الفنتليشن، ده اصعب واحد فيهم وده اللي غالبا هيضايق مني. لذلك قالوا ان الفاب ارحم شويه منه، لان انا على ماشين وممكن اسكشن وممكن ادي انتبيوتيك وممكن العيان ده يتحسن معايا. وبعدين اقلهم شويه المجموعه الجديده اللي هم استحدثوها اللي هي نون فنتليتد اي سي يو اكوايرد نيمونيا، اللي هم الحاجات بقى اللي على نون انفيزيف وعلى الهاي فلو وعلى الهاي فلوست، هم دول ديفلوبد برضه نوزوكوميا بس مش هاب، مش قاعدين في الورد، دول على مكن بس مش على اندوتراكيال تيوب، بس سموهم النون فنتليتد اي سي يو. طبعا الهاب والفاب بيبرولونج المشكله وبيزودون المشكله. يبقى في عندنا سبجكت مهم جدا عايزين نساله لنفسنا واحنا بندخل عيان موجود في الورد او في الاي سي يو، هل في ريسك فاكتور لبعض الحالات ان هي تدخل في الهاب او فاب ترو الفت؟ يعني باي يور اكسبيرينس في النقطه دي، هل في مشكله فعلا فيهم؟ بسم الله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله. يعني بداية الزبادة أنا شرف كبير لي أن تكون شير زي السيشن مع العزيزة الغالية أختي الحبيبة دكتورة مها كامل وبنتي الغالية الدكتورة صح. يعني دكتورة لمياء طبعا دي ريسك فاكتور، والريسك فاكتور لازم تبوت ان اور مايند كويس قوي عشان اتجنبه، عشان اقلل مشاكل الهاب والباب، عشان احسن اليلد بتاع العيانين دول. هل نقدر نفرقهم بقى من بعض الطرق الفا؟ يعني حضرتك هي ريسك فاكتور بعضها ريليتد للبيشنت، بعضها ريليتد للانفكشن بريفنشن، بعضها ريليتد للانترفنشن.
البيشنت ريليتد طبعا دي كتير جدا ومهمة ومش بناخد بالنا منها، لكن هي ممكن تكون هي سبب المشكلة. ان الان عنده كوموربيد ديزيز، عنده سنترال نيرفس سيستم افكشن، عنده دايبيتس ميليتس مش كنترول، الكوهوليك، سموكر، عنده رينال فيلير او العين هايبوتنسيف، ميتابوليك ديس اوردر موجوده معي، او مال نارش. دلوقتي الكلام كتير جدا 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 على النيوتريشن سبورت. النيوتريشن بقى مهم جدا في النمونيا از ريسك فاكتور اند مانجمنت في نفس الوقت معي. طبعا لان الهايبوناتريميا بتبوظ الدنيا عندنا وبتخلي البروجنوزس وحشه قوي قوي. الهايبوبروتينيميا بالديلي، والعيان اللي بيقعد فتره طويله حضرتك في العنايه او في الورد، يعني عيان داخل لاي سبب هيقعد 10 ايام فما اكتر، ده بنقلق منه. طبعا احنا عندنا اثنين عيانين بيخوفونا قوي، الكوموربيد اوبيزيتي والعين اللسان برضه، واخد بال حضرتك؟ yes. الاثنين دول بيشكلوا مشكله للاسف. ان احنا معظم الاي سي يو الوجبه اللي بتطلع او الدايت اللي بيطلع لكل العينين زي بعض، لكن للاسف. واحنا ابتدينا حضرتك دلوقتي في نيوتريشن سبورت مخصوص عين السي او بي دي، غير عين النمونيا، غير عين حضرتك الانترستيشال، غير عين، يعني لازم يوظف الدايت اكوردنج تو الكونديشن بتاعت العيان. الريسك فاكتور الثاني وده الخطير، وعشان كده يمكن ابتدينا نعمل البنتليتور حضرتك باندل، يمكن ان في حاجات ريليتد للهاند هايجين او ريليتد للابروبريت كير للسبورت نجلكت جدا. احنا اهتمينا بيها في فتره الكوفيد، بقينا مركزين جدا على الهاند هايجين وبنعلم طول النهار، والحكيمات والستاف كله كان بيركز عليها. عايزين نفضل مركزين عليها لان دي نقطه مهمه جدا عندنا. تمام. الكاسترز اللي بستخدمها، البري كونسكشنينج، الاورال هايجين، لازم انظف بق العين بكلور هيكسيدين كل 8 ساعات، اعمل ووش للماوس كل شويه، البريشر بتاع الكف الاندوتراكيال، الكف لازم يبقاش عالي قوي، اقل من 20-25 عشان ما تحصلش مشاكل. نفس الاندوتراكيال تيوبس الموجوده المفروض تتغير ريجولار، المفروض تبقى هي موديفايد، المفروض يعني في بعض التريكس واخده بال حضرتك ويمكن بتعدي علينا، وهي دي اللي بتبقى السورس اوف انفكشن. بالنسبه بقى للانترفينشن، انا بتعامل برضو مع المريض ده، هل في بقى حاجات تانية اخد بالي ان العيان ده لما هستخدمها هيبقى ريسك معايا فور هاب انف؟ طبعا طبعا طبعا. المسيوز او الابيوز الانتي بيوتيك بكميات كبيره هتخلق لي ريزيستنت انفكشن، ريزيستنت اورجانيزم كتيره، فلازم الاختيار الموفق للانتي بيوتيك ده مهم. الفتره اللي الاسترويد دلوقتي احنا قعدنا نستخدمها فتره طويله، كل الحاجات اللي تقلل الاميونيتي بتاعت العيان، سواء خلينا بياخد كورتيكوسترويد، العيان بياخد اميونو سبريسنت لفتره طويله، بياخد سيديشن. يمكن دلوقتي ابتدينا نعمل سيديشن فاكيشن، ان انا ابقى صحي العيان كل شويه، بحاول اخليه اعمل له رابيد ويننج، ما خلوش هيفي سيديتد لفتره طويله، ان كل ده بيأخر وبيبرولونج الويننج وبيعمل مشاكل في الانفكشن اكتر. لو انا اعمل سيرجري خصوصا الابدومين والثوراسك او الابدومين السيرجري، الجراحات طبعا بنقلق منهم جدا بتاعتنا احنا بالذات، الثوراسك سيرجري. تمام حبيبتي، فلازم حضرتك كل الكلام ده يوضع في الاعتبار، واختياري الانتيبيوتيك مهم. النقطة الأخيرة دكتورة لميا وبركز عليها قوي، ان احنا حتى في البنتليتور موديل بنقول احنا نعمل بروفيلاكسيس من البيبتيك ألسر ومن الدي في تي. للأسف الابيوز او الاوفر يوز للانتي اسيد بتعمل كولونايزيشن، بتأخر، بتغير الميديا بتاعتي من الاسيد للالكالين، فبيحصل كولونايزيشن للبكتيريا بكميات كبيرة. اللي نجلكتد ومش بنستخدمه مع انه متوفر كتير جدا وسعره فيري شيب ان اور لوكاليتي، السكري فيت اللي هم الكاستروفيت، بيتاخد 1 جرام الصبح وبالليل، بيتاخد ورا الاورت عن طريق الراي، ملوش مشاكل، ما بيغيرليش الميديا، وفي نفس الوقت بيسيف جارد اجينست البيبتيك ألسر وال
ريفلكس اسوفاجايتس. فلازم البوينتس دي تبقى ان اور مايند، لازم النايب يبقى عارفها هو بيدي اي مديكيشن في الحالات الهاب اند فيل. تمام. والبوزيشن بتاع العيان مهم، وكل الحاجات دي توضع في الاعتبار عشان ما يحصلش مشاكل ونمونياس كتير. دلوقتي بقى حضرتك دكتورة مها، احنا طلعنا من الريسك، لازم بنعمل حاجة مهمة جدا، وهي ان انا متوقع ايه من الحالات اللي احنا بندخل فيها في هاب اند فاب، اللي هي how to doing a prognostic factors for these patients في الحالات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية طبعا انا بهني وبشكر دكتور محمود دعوة فاضلة كريمة من اخ غالي، ومؤتمر متميز في كل شيء. سعيدة أن أنا لم أحرم شرف أن أنا أشارك فيه، ويعني جلوسي جنب أستاذتي اللي تعلمت منها كتير، ويعني دكتورة ألفت كانت مشرفة عليا كمان في يعني تعلمت منها كتير في حاجات كتيرة قوي، والابنة الغالية سحر ولمياء تتشر الصدر زي ما بقول دايما. النيمونيا زي ما احنا بنقول، كل اللي قالته الدكتوره ألفت هانم دلوقتي از ا ريسك از كارد اوت معانا في البروجنوزس. يعني كل ما كان العيان داخل ملصم زي ما احنا بنقول ومعاه كوموربيديتيز ومعاه نيوتريشنال يعني مال، سواء كان قاعد فتره طويله معايا في العنايه بالظبط كده، يعني العيان اللي جاي متبهدل اصلا extremes of ages دايما بنتكلم عليها الحاجات دي، يعني it carries the risks as well goes with the prognosis، خاصة لما بتبقى non-correctable قوي، أو يعني still احنا بنلاقي حاجة نيجي عيانين العناية دول مشكلتهم comorbidities cause the cause. وكل ما وكل واحدة بتنافي، يعني فعلا أكبر مثال لل يعني it needs a special experience and care and talent in managing، علشان العيان بنلاقي كل حاجه البرفورمانس ستاتس بتاع العيان. this is this دي مهمه جدا في القياس عندنا، فدي جزئيه مهمه جدا. هاو باد از ذا انفيكشن اللي هو جاي بيه، الانفيكشن نوع سواء از ريجارد الاورجانيزم اتسلف، السيفيريتي اوف ذا انفيكشن اتسلف، اند هاو از ذا اميون ريسبونس اوف ذا بيشنت ان ريسبوندينج تو ذات انفيكشن جوز از ويل. فاحنا عيانين النيمونيا كده اما بنيجي كده اول ما بنشوفهم، طبعا الجدول الجميل اللي انت الابديتد او الـ يعني الجديده سام تايمز ات هيلبس ان احنا نعرف بس نحط العيان ده فين عندنا الاول، علشان then after this is going to be reflected على المانجمنت از ويل. هل الحالات اللي متعرضه للام دي ار هتبقى اوحش عندنا؟ طبعا من الحاجات دي قصه ثانيه هنتكلم عليها اي ثينك از وي جو ثرو، لكن طبعا كل ما كان ليه، لان الحاجه النوتابل والحاجه الريسك فاكتور اللي هي اللي ممكن نظبطها اللي هي الانتيبيوتكس، فايف دي الحاجه اللي هي ممكن مودافايبل مودافايبل العيان برضه. ولو انا العيان اورجانيزم وانا بعالجه في ناحيه ثانيه سوات، يعني انا مش في السكه اصلا، يعني انا ماشيه في طريق ثاني خالص، اي هاف تو ري دايركت. يعني دايما احنا عشان كده بنقول القصه الثانيه الكلوز برضو، العيانين دول واخدين انتي بايوتكس قبل وبعد، فما عنديش لا كالتشر سنسيتيفيتي بعتمد عليها ولا بعتمد ات نيدز تو هاف الحقيقه يعني سام سورت اوف باك جراوندز اون ذا بايوجرامز اوف ذا واتس جوينج اون ان ذيس يعني سيتنج كير سيتنجز، بينفع شويه كتير قوي تو اكسبكت اذروايز تريت از اف ات از ذا ورست. يعني احنا بنقول انا بس مش عايزه اخش يعني توقع الاسوء اللي قالوها ان العيان اللي بيحصل فيه تريتمنت فيلر زي مش متحسن الاكسجين معايا بعد ما بدانا محتاج ده مشير. واحده من الحاجات من اسوء الحاجات ان العيانين كمان اللي بيخشوا في سبتيسيميا، عيان ابتدي له انتي بايوتكس وابص الاقيه رايح في الناحيه الثانيه خالص او نو امبروف جوينج تو هيل، يعني فان انا بدي والعيان از جيتنج وورس. فthis is one of the worst situations في الريسك فاكتورز ان احنا we have yes. سواء بالسونار، يعني احنا دايما في السونار يا دكتوره ماها يبلغوكي الصبح ان كانت فتفوتت كونسولديشن على اخر way. اليوم simplest way of follow up. لكن الفولو اب اوف ذا انفيكشن از ا هول بكل البارامتر اوف ذا تيستس فور فولوينج اب وي هاف تو كيپ اور ايز اون ات، لان وبرده تراي تو كوريكت از ماتش از يو كان من الكوموربيديتي ستابلايز العيان وستابلايز these situations for a better prognosis، لان احنا عارفين على طول اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسم. طيب زي ما قالت كده دكتوره سحر والدكتوره مها ان الام دي ار دي قصه كبيره، فاحنا دلوقتي عندنا دايليما اسمها الام دي ار لينك بورس كولونايزيشن. هل انا مزنوقه في زنقه العيان بتاع الهاب والفاف في الام دي ار؟
ففروم يور كلينيكال اكسبيرينس، انا بتعامل مع ام دي ار، بتعامل مع ستريبتوكوكس نيموني دراج ريزيستنت ولا سنسيتيف، هل في اتيبيكال معايا، هل في ميرسا، هل في ايكولاي، هل في سودوموناس، احنا كونفليكتد او كونفيوزد، احنا عايزين نطلع ده نحط بس سكيدول في الاول نمشي عليها عشان نختار بروبر انتيبيوتيك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لي الشرف ان انا قاعده جنب اساتذتي الافاضل استاذتي الغاليه العزيزه استاذ دكتوره ألفت واستاذه الفاضله استاذ دكتوره مها كامل. بالنسبه حضرتك للسسبكتنج اورجانيزم، انا لازم الاول ابقى سسبكتنج المايكرو اورجانيزم، لان انا في الاول لازم ابتدي امبيريكال انتي مايكروبيال ثيرابي، فلازم الاول اعتمد على السسبيشس عشان اقدر ابتدي الابروبريت امبيريكال. الانتي بايوتيك السسبكتد اورجانيزم بيعتمد على 3 ايتمز: السيفيريتي اوف ذا ديزيز، والوجود الريسك فاكتورز، والتايم اوف اونست. بالنسبه الريسك فاكتور بقى، احنا عندنا قد ايه ريسك فاكتور في الحالات دي؟ عندنا ريسك فاكتورز كتيره جدا، من اهمهم وجود الابدومينال سيرجري او في ويتنس ذا اسبيريشن، لو العيان عندي على هاي دوز من كورتيكوستيرويد او في بريفيوس انتي مايكروبيال ثيرابي، لو في ستراكشرال لونج ديزيز، لو العيان ده دايابيتيك او في رينال فيلير او هيت تروما، اللي هو في الغالب العيان بيبقى فيه واحد او اكتر منهم. مفيش عيان مش هيبقى فيه الريسبيراتوري اي سي يو، عشان احنا بس عايزين نعرف احنا الحالات بتاعتنا في حته الريسك فاكتور. تعالي بقى ندخل على ازاي نعمل ستاتيفيكيشن للسيفيريتي. تمام حضرتك، احنا بنسسبكت السيفيريتي اول حاجه المايل تو مودريت ديزيز وما عنديش ريسك فاكتورز، فايا كان التايم اوف اونست بتاع الهاب انا هسسبكت الجروب 1 مايكرو اورجانيزم اللي هم بيشملوا الجرام نيجاتيف باسيلاي مع الميسيسيلين سنسيتيف ستاف والهيموفيلس والستريبت نيمونيا. ده لو هو جروب 1 اللي هو ما فيش ريسك فاكتورز وايرلي اونست. ده مش بتاعنا، محدش يحط الاورجانيزم دي عندنا خالص. بالظبط. بعد كده حضرتك لو انا عندي، امال ده بتاع مين يا دكتوره صحه؟ ده ممكن نشوفه في الورد بقى في اي حته في المستشفى. أوه. عند دكتور، عند قسم المسالك، قسم النساء، قسم العظام. مش بتاعنا، مش عيان التشست بتاعي، بس هنشوفه. يعني النبطشيه هيستدعيكي تشوف عيان هاب او سيفير هاب في الاقسام دي. بالظبط. بعد كده حضرتك لو انا عندي حتى لو مايل تو مودريت بس عندي اي حاجه من الريسك فاكتورز وايا كان التايم اوف اونست، برده هبتدي نتدرج في المايكرو اورجانيزم لجروب 2 اللي هو ممكن يبقى يا اما الانيروبس او الليجيونيلا او السودوموناس او الستاف بنوعيها، سواء كانت ميثيسيلين سنسيتيف او ميثيسيلين ريزيستنت ستاف. بالنسبه بقى للسيفير هاب، السيفير هاب في الغالب كلها بتندرج تحت جروب 3 مايكرو اورجانيزمز اللي هو السودوموناس والاساينيتوباكتر والميرسا، باستثناء جروب واحد بس اللي هو ما عندوش ريسك فاكتورز وايرلي اونست، ده اللي بيدخل تحت جروب 1 اللي ذكرناهم في الاول. فيما عدا ذلك كل السيفير هاب بتاخد جروب 3 مايكرو اورجانيزمز. الحته الوحيده اللي قالوا ايرلي اونست وليت اونست في السيفير هاب نو ريسك فاكتور، فعشان نبقى الحته دي ما تبقاش كونفليكتد معانا. اسينتوباكتر بقى قصتها ايه معانا؟ هي الاسينتوباكتر في الغالب بتعمل كولونايزيشن ريسبيراتوري تراكت في عيانين الاي سي يو، ولو حصل منها هاب بنتوقع انه هيحصل اوت بريك في الاي سي يو، وده بنشوفه فعلا جدا. طيب لو انا عندي ايرلي اونست زي ما قلنا اللي هي هتبقى المجموعه دي، الريسك فاكتور بقى لدول هل انا عندي بارامتر ليها؟ اه حضرتك، previous use of antibiotics within 90 days، وده مش شرط يبقى العيان عندي في المستشفى، ممكن يكون هو كان قبل كده او حتى من البيت اتوصفت له intravenous antibiotics وكان ماشي عليها، وده بقى بيحصل كتير جدا دلوقتي. لو العيان وقت حدوث الباب كان presented بسيبتك شوك، او هو كان من قبلها عنده ARDS، او كان في previous hospitalization من قبلها، او لو العيان في acute renal replacement therapy هتوقع MDR. مين بقى الاكتر ام دي ار عندنا دلوقتي بقى؟ اكتر حاجه السودوموناس حضرتك والاسبل اللي هم الاكستندد سبيكتروم بيتا لاكتاميز. اللي هم مين بقى الاكتر واحده فيهم؟ الاسينيتوباكتر كليبسيلا والاسينيتوباكتر طبعا. بس والفيرسا طبعا حضرتك والاسينيتوباكتر هم اكتر اورجانيزمات. والكاربابينيز بقى بروديوسنج الانتيروكتست حط الثاني معانا الكليبسيلا. الكليبسيلا بقت اكستندد سبيكتروم وكاربابينيز ريزيستنت، يعني ممكن نفقد تو جروبز اوف انتيبيوتيك في القصه بتاعت الكليبسيلا، افقد البيتا لاكتام وافقد الكاربابينيم، فدي بقت مشكله كبيره جدا عندنا. الكليبسيلا بتطلع علينا ريزيستنت في كل حته، وبالتالي لازم اعرف حاجه اسمها لوكال ابيديميولوجي او الانتيبيوجرام في القصه دي. طيب طرق الفت، هل بقى في عندنا نحاول نحل المعضله دي نوصل بسرعه للاورجانيزم عشان اوصل بسرعه للتريتمنت بتاعي في الحالات الكريتيكال دي؟ يا دكتورة لميا، الإتسا مش بتشجع قوي دلوقتي انك تعملي حاجة انفيزيف، يعني بتعتمد اساسا على النون انفيزيف سامبلينج او الاندوتراكيال اسبريت اكتر من انك تعملي بال
اكتر ما عادش بنلجا، وزي ما قال الدكتور رمضان بينافع امبارح، ما بقيناش بنلجا للسكورز القديمه ولا البروكالسيتونين او السي رياكتيف بروتين او حضرتك يعني كل الحاجات دي. انا الجايد الكلينيكال براكتس بتاعي والكلينيكال برزنتيشن بتاع العيان، انا شايف العيان اخباره ايه، دنيتي ايه، بيتحسن مش بيتحسن. هي المشكله ان قلبي مع عمرو وسيفي مع معاويه، دي مشكله فعلا. انك انت لو ما بديتيش تريتمنت بدري يو ماي لوس يور بيشنت. وفي ريسيرشز كتير جدا معموله في هذا المجال وبتقول الكلام ده، هو تاخد بال حضرتك. وات ذا سيم تايم لو انت ابتديتي بصوره خاطئه هتخسري كتير قوي، هنخسر الانتيبيوتيك وهتجيب دراج ريزيستنت اورجانيزم، دراج ريزيستنت كولستريديوم ديفيسيل، وهتخشي في مشاكل كبيره جدا، واخده بال حضرتك. فلازم يعرف الكلينيكال ريسبونس، احنا مش ماشيين الكلينيكال ريسبونس بتاع العيان مهم قوي، الفولو اب اكس راي بتاعته، السونوجرافي، يعني انت لازم بتتابعي العيان ميتيكولس ديلي، الليب بتاعه اخباره ايه، البلاد بيكشر اخبارها ايه، يعني في حاجات مهمه انها تفولو العيان. هل السير اكتيف بروتين انتر اولفا بقى، يعني احنا اخذنا موضه كتير جدا في اثناء كوفيد، بروكالسيتونين وسير اكتيف بروتين، ايه الدور بتاعهم بقى في القصه دلوقتي؟ ما عادش يا لميا بياخد الابر هاند، الكلينيكال اكزاميشن لازم مع الكلينيكال هيبقى ادون، هيبقى ادون، يعني انت هتعملي حضرتك سير اكتيف بروتين مع الكلينيكال باك جراوند بتاع العيان ايه، هتعملي حضرتك بروكالسيتونين ومع بروكالسيتون كان عليه كلام كتير قوي قوي الفتره اللي فاتت عشان موضوع الكورونا، يمكن عشان احنا كنا بنتعامل مع حاله فايرال وكنا بنحاول نلاقي كلو ان احنا تحولنا من الفايرال لبكتيريا، فدي كانت بتهلب بس معاه لكن مش اكتر من كده. ولما اختار الانتيبيوتيك حاولت لازم اختار حضرتك الانتيبيوتيك المناسب وان جود كومباينيشن وفي دوز مظبوطه، واخد بال حضرتك للتايمينج. لو العيان عنده رينال فيلير بعمل ادجستمنت للدوز، واخده بال حضرتك، لكن بيتاخد في فتراته اللي المفروض انها تبقى موجوده فيه. برضه زي ما اتكلمنا على سير اكتيف بروتين واتكلمنا على البروكالسيتونين، برضه الكلينيكال بالمونري انفكشن سكور ذا سيم، يعني انا مش هنقدر نعتمد عليه برضه قوي، هاند ان هاند لازم ابقى الكلينيكال ريسبونس بتاعي بتاع العيان شكله ايه عشان اقدر اتوفق في اختيار الانتيبيوتيك المناسب. دلوقتي بيتعمل انتيبيوجرام، بيتعمل في حاجات تانية حضرتك ابتدت تضاف البوميليز تشين رياكشن الجديد المالتي بيكس. هل بقى اللي هو رابيد تكنيك في الكالتشر نفسها ممكن تساعدنا بعد رابيد تيست فور ايرلي دايجنوزس عشان تقدري تتوفقي في اختيار الانتيبيوتيك المناسب وتدي الدراج بالصوره الجيده؟ طيب تمام دكتورة مع حضرتك، احنا التريتمنت بقى احنا وصلنا ريسك فاكتور، عملنا بروجنوزس العيان ده مايلد مودريت سيفير، وحاولنا نحط ريسك فاكتور وحاولنا نسسبكت الاورجانيزم ده او نتوقعه. دكتور ألفت قالت في سوليوشن ممكن نبتدي فيها ايرلي بحيث ان احنا نختار التريتمنت بتاعي في حاله الهاب، حاول ان احنا نحط ايدينا على الجزئيه دي بقى ان احنا نبتدي as early as we can and as right as we can antibiotic of hab and fab. هو بدايه احنا النقطه دي مهمه جدا، ليه؟ لان اللي بيتكتب هو اللي ليه دايركت ريفليكشن على البروجنوزز، يعني يا بعالج صح يا اما العيان هيقوت مني خلاص، هيعدي مني ودي مشكله بتبقى احنا فرحانين ان احنا هنفصل العيان من على الماشين سي او بي دي والازماتيك والانتر وكل الحالات، وفجاه دي فعلا بقت بتبقى ديسابوينتنج كومبليكيشن، عندنا العيان يدخل في نوزوكوميا الانفكشن معانا. فاحنا لازم اول حاجه يعني البيشنتس اسيسد، انا عارفه العيان ده فين بالظبط، الريسكس موجوده ولا مش موجوده، العيان في يعني العيان كاتيجورايزد الاول. النقطه الثانيه لو احنا عندنا بقى بايوجرام واضح للسيتويشنز، حافظين او عارفين الدنيا مين اللي جوه البيت، يعني ساعات بيتعرف كده زي ما بنقول بالعشره، يعني شايفين العيان اللي قبله واللي بعده واللي يعني اللي اتفصل، ساعات مش لازم بنفس العيان لكن الدنيا مليانه ازاي. الشهر ده عندنا اسينتوباكتر، الشهر ده عندنا كليبسيل، يعني اعتقد كل اللي بيشتغل عارفين لما بيجيش وانس ذير يوجوالي الدرما ده، يعني
فدي نقطه من النقط. لكن انا مثلا I was quite proud ان احنا كان يعني مش updated، بس احنا عندنا بايوجرام مثلا كنا اتعمل في هيتعمل خلاص في اسوان، هو اتعمل اوريدي 2007 وريليزد وكان معمول في كل، بس it needs to be updated. هو يعني انا ما طلب مني، كنت very much proud ان انا معايا I got the book علشان الجايد لاينز اللي بتتعمل للتريتمنت في، وان شاء الله تبقى ريليز يعني النسخ طبعا ترى معها احنا اصوات ان شاء الله السنه دي بادارتها، يعني هي كانت متمنيه الجزء ده، هنبقى عندنا اول انتي باي جرام في جامعه اسوات هنطبقها yes. بس ابديتد، وده الكلام ده مش بس في التشست، احنا عاملينه كل المستشفى كلها فدي نقطه مهمه جدا يعني ات هيلبس، بس عشان نبقى ايه زي ما احنا بنقول عارفين مين اللي جوه البيت. الحاجه الثانيه القصة لا هقول ولا هحفظ، يعني لا هقول ولا هحفظ، بس it is very wise كمان from this biograms ان احنا نبقى حاطين عندنا outlining واضح في العنايات لكل الشباب ولكل الناس. احنا حتى لو مفصول this can be changed، حتى لو انا هختار is it one antibiotics ولا دول ولا في الفاب it can be up to three antibiotics and things like that which combinations monotherapy ساعات في الانتي طبعا سيدوم بندي تو دراجز حسب السيفيريتي اند سو اون، يعني زي ما حضرتك شايف انتي المرسا والفيرسا كمان، يعني احنا ايه بنتكلم ذيس اول لاينز، بس ات شود بي كلير، لازم تبقى موجوده. انا مدي من الحاجات على فكره اللي احنا بنبقى عارفين، لازم يبقى عارفين وات از افيلبل عندي كمان yes. يعني الافيلابيلتي ليه، لان في اوبشنز في اوبشنز 1 و 2 3 و 4 ذيس اور ف what is available this is quite crucial ان احنا نبقى عارفين ايه اللي هو موجود عندنا اصلا. الكومباينيشن هستخدم مونو ثيرابي العيان، طبعا احنا كل ما دخلنا في الكاتيجوريز العاليه اللي هي ذكرتها الدكتوره لمياء ببتدي بدل اثنين بيبقوا ثلاثه، وقبل ما اخش بقى كمان على يعني يمكن الدايجرام ده بيوضح القصه كلها. لو انا لوم ام دي ار بختار مونو ثيرابي زي ما قالت ترى مها، ونختار يا ده حسب الافيلبل معايا. لو انا عندي هاي ام دي ار ونص سبتك شوك ممكن نبقى اثنين، لو في سبتك شوك هيبقى طبعا كل جروب ممكن متاح، يعني هو شوفوا الدول بلس الميرسا، يعني انا يعني المينيمم بيبقى ايه 3. الفكره بقى ان انا اكتب ويتش دراجز ده ممكن كان يو جو فور، يعني بغض النظر all these are suggested regimens and it can work out، وبتبقى من خلال الدوز. الحاجات دي has to be انا يعني it has to be written clearly في clear board للشباب and it changes with لازم ندي بالجرعات دي ترى مها الجرعات طبعا الاندر تريتمنت الدوزز، يعني دي يعني اما نشربه صح ونوكله صح ايوه يا اما بوظنا الدنيا بوظنا الطبخ، اللي هي دي وان اوف ذا ويز اللي هي بيحصل فيها طبعا اندر تريتمنت او زي ما بنقول كمان نوت وي دونت جيت ذا بيست اوف ذا انتي بايوتكس اللي احنا عارفينها. احنا بنراعي طبعا الليفر بيشنتس، بنراعي الكيدني بيشنتس، بنراعي يعني بنراعي السيتويشنز في الكوموربيديتيز، لكن ات هاز تو بي امونج ذيس سجستد امبيريك تريتمنت اوبشنز. ات يوجوالي كمز فروم واتس ذير اكسبكتد، تشاف مين جنبينا، تشاف مين يعني دايما بنقول الكفرج شود بي انف دوزز انف انت زي ما احنا بنقول حتى ما بنستخدم في ال يعني في الميزيسالين ريزيستنت ام ار المرسا في المرسا، ولو لقينا ان هي مش ممكن تبقى فيرسا هبتدي ادي اللينزوليد بدل ما ادي الفانكومايسين اند سو اون. ف this is the most الحاجات دي should be projected و should be highlighted should be available or زي ما احنا شايفين. وطبعا the worst is the ventilated vap لان ده يعني حقل الغام زي اللي احنا بنقول عليه. طيب بصي بقى ترى سحر، احنا دلوقتي واحنا في مطب احنا اخترنا امبيريكال، هل ممكن بقى بعد كل الحاجات دي نختار تارجتد؟ يعني اتز افيلبل عندنا بعد كل السوليوشنز اللي احنا اديناها لك دي، نقول تارجتد انتي بايوتيك اختاره هو بالذات دواء ولازم دواء وتصري عليه هو دواء في النبطشيه معاكي؟
طبعا احنا حضرتك بعد كل ما قلنا ان احنا هنكونسيدر كل الريسك فاكتورز اللي قلناها في البيشنتس والكلينيكال كونديشن والسيفيريتي بتاعه البيشنت الحاله اللي البيشنت بريزنتد بيها، ولو انا عندي هيستوري بتاع بريفيوس كولونايزيشن قبل كده، لو في بريفيوس انتي مايكروبيال ثيرابي، المفروض انا حسب بعد ما هكونسيدر كل الامور دي هختار الامبيريكال انتي مايكروبيال ثيرابي زي ما قالت ترما بالظبط. بعد كده حضرتك لو انا ما لقيتش ريسبونس او لقيت عندي تريتمنت فيلير within 48 to 72 hours، المفروض ان انا هشفت بعد كده للتارجتد ثيرابي حسب البي سي ار او الكلتشر اللي طلعت معايا بعد ما انا لجأت للامبيريكال تريتمنت، لان انا لازم هبتدي بيه عشان انا مش هينفع استنى البيشنت لحد ما تظهر لي نتيجه الكلتشر. بس برضو احنا في خلال الامبيريكال ممكن نتوقع بعض الحاجات، يعني احنا هنشرح الدياجرام ده كده ترى صح كده بالراحه عشان خاطر عشان اخر عليكم. الدياجرام ده اخر حاجه، يمكن دكتور محمد كنا موجودين في المؤتمر الاخير مع بروفيسور اجنيسيو، ده واحد من البروفيسورز اللي بيحطوا البوليسي بتاعه الانتيبيوتيك، وده اخر دياجرام هم حطوه ازاي هنختار الامبيريكال زي ما قالت دكتوره مها، وازاي هنختار تارجتد. دكتوره صح بالنسبه لحضرتك لبدايه اختيار الامبيريكال، لو انا عندي اول حاجه النوزوكوميال نيمونيا ديت كانت ايرلي اونست وما عنديش اي بريفيوس انتي مايكروبيال ثيرابي، دي الحاله الوحيده اللي انا ممكن ادي فيها مونوثيرابي وهنبدا بالثيرد جينيريشن كيفالوسبورينز، ده لو كانت ايرلي اونست وما فيش بريفيوس انتي مايكروبيال. ده مش العيان بتاعنا، اتفقنا ده عيان الهاب اللي موجود في اي وورد تاني غير قسم الصدر. بعد كده حضرتك لو هي فنتليتد هاب اللي هي كانت واخده الريد مارك اكتر واحده الموست سيفير، او لو العيان كان فيه بريفيوس انتي مايكروبيلز، في الحاله ديت هبتدي بالسيفتازولين تازوباكتم. لو انا متوقعه ايه بقى؟ لو انا متوقعه دلوقتي سودوموناس، لو كان عندي في العيان ريسك فاكتور او في بريفيوس كولونايزيشن او اللوكال انتي بايوجرام او اللوكال انسيدنس بتاعتها كانت اكتر من 5%. الكولونايزيشن دي زي ما قلت رماها اللي احنا متوقع في العنايه بتاعتنا في سودوموناس، انا شايفك في كذا مزرعه طلعت فمتوقع ان يبقى عندي في الحته بتاعت سودوموناس والعيان مش مستجيب معايا، ممكن ادي المجموعه دي لان دي مجموعه اكسبنسيف زي ما قلت رماها، احنا هنسلكت ات هنعمل نفسنا بنسلكت، بس هي امبيريكال بس احنا بنحاول نتارجت العيان عشان ما افقدش العيان بتاعي. طب لو انا توقعت العيان ده كليبسيلا، كليبسيلا برضو نفس الحكايه، لو انا متوقع ريسك فاكتور او في كولونايزيشن او اللوكال انسيدنس بتاعها اكتر من 5% هيبقى السيفتازيديم افيباكتم، وهضيف معاه يا اما امينوجلايكوزايد يا اما كينولون. اخر حاجه بقى لو انا الكولونايزيشن عندي مش معروف والبي سي ار طالع لي نيجاتيف وانا مش عارفه اللوكال انسيدنس بتاعي، الحاله دي مسموح لي ان انا استعمل البيبروسيلين تازوباكتم او الكاربابينيمد او السيفيبيم مع برضو امينوجلايكوزايد او كينولون، لازم اضيف واحد منهم. اللاينوزوليد هيتضاف لو انا سسبكتنج ميسيسيلين ريزيستنت ستاف. لو انا بقى تارجتد، احنا بقى لقينا اورجانيزمز بعينها، نبتدي بقى نفصل واحد واحد. بقى سيلكتد بالظبط، لو حضرتك ستاف، لو هي ميسيسيلين سنسيتيف هيبقى كلوكساسيلين او سيفازولون، لو هي ميرسا هيبقى يا اما لاينوزوليد يا اما الفانكومايسين، لو انا متوقعه سودوموناس يبقى السيفتازولين تازوباكتم ولازم ادي الاوبتيمم دوز 3 جرام كل 8 ساعات، لو كليبسيلا هيبقى السيفتازيديم افيباكتم. ده متاح عندنا، مش عايزين نقول اسامي التجاريه بس ده موجود عندي، ده الوحيد اللي موجود لسه عندي في السوق. ولو انا كليبسيلا ما تحاولش تفكر تديها اي حاجه تاني عشان بس ننقذ العيان والتايم بتاعنا ما يفقدش معانا. نفس الانتي بايوتيك اللي هو السيفتازيديم افيباكتم هستعمله لو في عندي ميتال وبيتا لاكتاميز بروديوسنج مايكرو اورجانيزم، بس هضيف عليه استرونام او كوليستين او السيفيدروكول اللي هو فورث جينيريشن كيفالوسبورين، هو اصلا كان بيستعمل في اليوتي اي بس اف دي اي ابروفد للهاب والفاب من سنه 2020. لو اساينيتو باكتر يبقى برضه هنستعمل يا اما كوليستين يا اما سيفيدروكول، ولو انا عندي انون مفيش بكتيريميا مفيش ايزوليشن والبي سي ار نيجاتيف هكونسيدر الدي اسكاليشن. يعني ايه بقى دي اسكاليشن؟ دي حته مهمه جدا، يعني احنا هنبتدي من اعلى لاين وهننزل جراديوال، يعني مش هبدا من تحت وهزود الانتي. يعني دي كانت ريكومنديشن اخيره في المؤتمر ده ان حالات النيمونيا ودي يعني خلاص ان انا اعمل دي اسكاليشن، لازم ابتدي باعلى حاجه عشان العيان ده الفنتريتد هاب بالذات او السيفير فاب هيفقد مني لو انا قعدت اعمل اسكاليشن للانتيبيوتيك، فلازم نبتدي معاه دي اسكاليشن. ان سمري بقى ديتيرمايننج ذا ريسك فاكتور فور نوزوكوم نيمونيا از وان اوف ذا بيلر فور ذا انتيبيوتيك سيلكشن، الديفرنت ريسك فاكتور بيشنت ريليتد البروسيجر ريليتد والانترفينشن زي ما الدكتور ألفت مهم جدا ان انا اعرفها عشان احدد. الانتي بايوجرام زي ما قالت الدكتوره مها مهم جدا ان احنا نسبورت العيان دوا عشان اعرف انا فين بالظبط.
recommend the short course for antibiotic for most patients who have a عشان اقلل الريزيستنت وماست ان انا اعمل دي اسكاليشن. ولو انا عارفه الاورجانيزم لازم ابتدي الانتيبيوتيك تارجتد احسن ما ابتدي امبريكال. اند ثانك يو ماي اكسبيرت بانلست ترى مها ترى اولفا ترى صح. عايزه اقول قد ايه كميه الطاقه الايجابيه اللي انتوا ادتوها لنا. شكرا دكتور محمد بمصطفى الهادي، شكرا للدكتور محمود البتنوني، اسلكتم صدورنا. شكرا لابنائي الاعزاء كلهم، دكتوره لميا فوق راسنا من فوق، الدكتوره علي والدكتوره صفاء، يعني اسعدتونا، خليتونا شفنا الناس الجميله من اسكندريه ومن بني سويف والمنصوره وبنها وعين شمس. ربنا يخليك يا دكتور محمد والله ويكرمك ويديك الصحه، دايما منور كده ان شاء الله. كل حاجه حلوه، مجهود غير عادي، جرأة علميه رائعه، صحبه جميله من كل الجوانب. يعني بهنيكم، وانا معلش ان انا اسفه ان انا يمكن مضطره للسفر دلوقتي، بس كان لازم اشكر واشكر واشكر. شكرا لوجودك معانا حضرتك، شكر لا ينتهي يعني. الحمد لله على نجاح المؤتمر وعلى كل حاجه، ودايما موفقين يا رب كده. وطبعا الشركه المنظمه ليها شكر كبير كمان. ربنا يخليك يا دكتور محمد دكتور محمود، وكل حاجة حلوة قوي. استأذن بس الشير بيرسونز، انا يعني كنت عايز ادي كومنت. الحقيقة البانل ديسكشن ده فعلا اب تو ديت اكثر من رائع، فعلا يعني هو ده يعني اب تو ديت لدرجة احنا دايما احنا اخر جايد لاينز في الكوميتا في الفنتيتو اسيت نيمونيا والهوسبيتال اكوارد نيمونيا 2016. بيبتدي تطلع بعض الريفيو ارتكلز الكبيره قوي والسيستماتيك ريفيوز اللي بتبتدي توضب او تمهد للنيو جايد لاينز. اخر جدول اللي اتحط ده كان بالبروفيسور اجناسيو، ده بيبقى على الهيد بتاعت الكوميتا اكوارد الهوسبيتال اكوارد نيمونيا جايد لاينز، كان عامله هو بروفيسور اسباني وعايش دلوقتي وبيشتغل في ايرلندا. فابتدى بقى الدنيا فيها تغيرات جوهريه زي ما احنا شفنا. احنا الحقيقه يعني جت الدكتوره لمياء الفكره ان شاء الله انها هتعمل اول مؤتمر في مصر مع جمعيه جنوب الوادي ان شاء الله في الريسبيرتراكت انفكشن ان شاء الله هيكون في اسيوط. هي بقى تقول لكم برضو التمهيد بتاعه، هو ان شاء الله هيبقى 20 نوفمبر في اسيوط. وطبعا كل الاساتذه هيبقوا ان شاء الله يشرفونا، وهنستمتع بجرعه انفكشن بقى، لان احنا وجدنا ان الانفكشن ككوفيد او غيره او ده اكتر مشكله عندنا بنواجهها. هيفي اللي احنا بنستمتع بالانفكشن، انا بخلي انفكشن حلو. فان شاء الله تستمتعوا معانا بيه ان شاء الله. والدكتور محمد برضه هيعلن على ان شاء الله. وان شاء الله الدكتور محمد شحات باذن الله يبقى مؤتمر الشتوي موجود معانا في 22 و23 خميس وجمعه اللي هم قبل الكريسماس ان شاء الله في شتايجنبرجر الاقصر، شتايجنبرجر النيل نفس اوتيل السنه اللي فاتت. ان شاء الله نتشرف بحضراتكم برضو معانا. انا لسه بقول دايما للدكتور محمد والدكتور محمود، وطبعا بنكرر الشكر بس فور سيزونز. الحقيقه ان شاء الله ربنا دايما نعمه. شكرا لحضراتكم كده، ويا رب دايما ندعم الكونتينوس ميديكال اديوكيشن في مصر في اسلوب لطيف كده ويسعدكم.